كربوناتو صبايا بهالشكل، معلقة كبيرة بنحط هون، خل، أي خل بس الخل الأبيض أفضل مشان اللون. شوفي الفوران، أنا هاي روحت أول مرحلة البقع وعبرد بحط صبايا. دايما التواليت تبعت ست البيت اللي احيانا الواحد بيحط المكياج، الا ما ينزل نقطة مكياج بتلاقي بقع بسيطة. كمان بكل بساطة بالكربوناتو، وقفي افرجيكي البقعة، هاي بدي افركها بالكربوناتو، بعدين احط لها زيت مشان يتحسن وضع بهالشكل. هاي ما بقعت مكياج، بدي احط بس ايش في بقع بيضة بهالشكل. خلص بعدين صبايا بشيل ايش بقيان من الكربوناتو، فورا بخرقة ناشفة وبحط نقطة زيت وبعدين بلمع ببليج. صبايا هالعملية بنعملها بالسنة مرة بالنسبة للخشب. هذا هو زيت زيتون، هاي الخرقة بدي احط نقطة عليها. هذا هو زيت الزيتون صبايا، هاي الخرقة، شايفين ايش في هيك دوائر، ايش في هالبقع، هدول حوطة بنعملها بهالشكل. نحن عم نغذيها، بدي اكسب لمعة للخشب. مو زفر، اعطيه فرصة طبعا للخشب يشرب الزيت اللي مسحتيه فيه، وبعدين بتجيبي خرقة ناشفة بتلمعي. هذا بينطبق للخشب الطبيعي فقط صبايا، بس الخشب الطبيعي. اخذتي هاللمعة، بعدين مثل ما حكينا بتروحي بتجي طبعا بتركيه. انا حطيت زيت زيتون بس بدي اتركه شي 6 ساعات مشان يسحبوا يمتصوا الخشب. بعد 6 ساعات بتجيبي منشفة ناشفة وبتفركي لحتى ما يبقى اثر من الزيت، بعدين بتلمعي ببليج بتتركيه لتاني يوم. بعد التلميع ببليج تاني يوم بتردي تلمعي ببليج، بتاخدي فعلا خشب بياخد العقل، حتى الحوطة بتروح. صبايا هلا منجيب هالمادة الرائعة، بتاخديها من عند البخاخ اللي ببخ الخشب، بتقليله بدي تركيبة، هي عبارة عن صبغة صبايا، بس بيحطوا فيها عدة مواد، من ضمنها بحطوا البوليتان، هو مادة كمان لماعة، بس ما تخليها لماعة كتير مت مشان تدهني الخدوش اللي بتصير معك. كل انسان معرض انه تنخدش غرفة النوم وغرفة الضيوف، بس ست البيت وقت بتكون ذكية ودايما متابعة للخدوش، الخدوش مثل ما قلت لك دايما بتغذيها بالزيت الزيتون. وهالمادة هي انا كل ما خلصت بجيبها بواسطة القطن صبايا او السفنجة، بعمل بهالشكل خضية اول شيء، بعدين هالبقع بهالشكل، شايفين صبايا؟ بغذيها وبمسحها، برد بكرر العملية لحتى تختفي البقع، تمام؟ بعملها هيك، برد بهالشكل، رح تشربها كأني أنت، شايفين صبايا؟ هالشكل. هلا بظبطها وبفرجيكم اياها بالنهايه ايش في خدوش بعملها، تمام صبايا؟ البليتش هذا هو، بالنهايه بحط بليتش بالنهايه صبايا. بعوده الادنين بهالشكل، وهون نفس الشيء بعوده الادنين بعملها بهالشكل.
شايفين صبايا هاي؟ انا هاي اول شيء شبعتها بالزيت، كان احطم ظاهر مثل عادي. شايفين صبايا مثلا هاي؟ ما بعرف اذا مبينة عليكم، بهالشكل صبايا. شايفين هاي البقعة؟ هلا بس تنشف بمسحها بالبليتش، ما بتبان ابدا ابدا. هون صبايا شايفين هاي، بعملها بهالشكل وهلا بمسحها. تمام هون هون رائع صبايا هذا. تمام ايش في خدوش رح تروح باذن الله. شوفي هذا الخدش، ما بعرف اذا مبين عليكي، باذن الله كلياتهم بروحهم. تعملي هالعمليه هاي بالسنه مره. انا اليوم عم بنظف مزبوط مثل تعزيلة العيد يا صبايا. افرجيكم مثلا حوطة السرير، هذا هو مثلا هاد بهالشكل. بعدين بنعمه رأسا. تمام صبايا، صبايا بأثر الكربونات كربوناتو والخل نظفت أصابيعي اللي اتوسخوا. خلاص هدول نطفوا الحمد لله. قلنا صبايا من بعد التنظيف، من بعد ما روحنا البقع كلياتها وشبعنا الخشب بالزيت وبعدين نظفناه تماما راح أثر الزيت. بس مثل ما قلت، وقت بتحط الزيت اتركيه لمدة 5 ساعات ولتاني يوم لحتى الخشب يشرب مكان الحوطة، وبعدين اعملي الخطوات اللي عملتها وتخلصي من آثار الزيت. ما بدنا نحن يكون في زحمة على التواليت تبعتنا، بدنا نحط المستلزمات الأساسية. أنا بعرف في كتير من الصبايا بتلاقي مكان مكتظ بالبارفيوم بالإكلادور، إيش في عندها مكياجات بتحطها. ممكن أحط آنية بسيطة بهالشكل مشان نقول نحن دايما منجيب اكسسوارات تكون مفيدة لنا. ممكن اعتبرها عبوة لتخزين، شلحت خاتمي سوارتي بشكل مفاجئ، جيت من السهرة تعبانة بحطهم بهالآنية، وهي ممكن تكون زينة بسيطة جميلة بغرفة نومي. ممكن احط بارفيوم لزوجي اللي دائما مثلا بيستعمله، ممكن يحط 3 بارفانات يستعمله، ما في مشكله بنحطها بهالشكل. ممكن احط بارفيوم واحد او اثنين نهاري وليلي بالنسبه لإلك كافي، ما ضروري نعرض كل البارفانات، يكفي. ممكن احط هالكوب بهالشكل، اعتبره وحدة تخزين لدبابيس الحجابات، كافي صبايا. بتلاقي غرفة النوم بتلاقيها مرتبة ومريحة، ما في داعي أعرض بارفانات كلياتها وتلاقيها معجقة، كافي بهالشكل. رح أفرجيكم شلون رتبنا السحابة بهالشكل. المستلزمات اللي بدي إياها أنا دايما بحاجة لها بحطها بالأمام، مثل مزيل الماكياج، مثل الفونديشن، مثل الواقي، مثل المغذي. تمام صبايا بهالشكل خلصنا رتابة، خلصنا تنظيف، حطيت البارفانات تبعت زوجي بطرف اليسار وحطيت هدولي بطرف اليمين. ممكن يكونوا هن اكسسوار بسيط وبنفس الوقت اللي راح استعمله ولازم يكون ضروري بمتناول يدي. هاي مثل ما قلت لكم حطيت فيها الدبابيس بهالشكل. وهون مثلا على عجلة من أمري، ممكن أنا عم بشتغل ما يكون اسوارة في إيدي أو خاتم في إيدي، أكيد نحن بنشلحهم بنحطهم بهالشكل. تمام صبايا،
من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، إن حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب، مجرد كبس زر أحمر مربع اشتراك رح يوصلك كل جديد بمصداقية تامة. صبايا نحن إلنا جود بالموجود، ونحن إلنا ممكن نشتري آنية أو صندوق شكله مبدأ أقول جميل، يكون مرضي مهذب، نحطه تحت التواليتي. هلأ رح أفرجيك إياه. في صبايا كتير عم يسألوا مدام دلال الأدوية وين بتخزنيها، خصوصا للأماكن المحدودة المساحة. ممكن إنه نعمل أشياء جميلة جدا، هلأ بفرجيك إياها، وتكون شكلها مرضي لألك. رح أعطيكي ديكور بسيط بس، وحدة تخزين بنفس الوقت. صبايا ممكن تعملي بزاوية غرفة النوم مخدات بهالشكل، وشايفة هديك أنا حطتها وحدة جرابات اللي كل يوم بيلبسها زوجي، كل يومين بغير جرابه. ممكن أحط الجراب بهون وقت اللي، وممكن تكون وحدة تخزين للشيء اللي ما بقى بدنا إياه، مثلا جرابه وسخ حطه هون أنا بشيله بعود بغسله. تمام صبايا، رح أفرجيكي شغلة تانية. شوفي تحت أفرجيكي إياهم، هاي وحدة تخزين النص صينية، وحدة تخزين أدوية، هي صندوق بشبه الأنتيك حطيته بهالشكل. لو شفتي تحت التواليتي منظره ماله مؤذي للعين. تمام؟ طيب صبايا، أنا بشتغل بالكيك وبلزمني دايما خزاين تكون مرتبة أو صناديق مرتبة. ممكن بكل بساطة أنا هاي شفتها بمصر حبيتهم، هن عبارة عن صندوق. وقت بتشوفي بغرفة النوم شكله جميل، ولكن هو وحدة تخزين رح أفرجيك إياها. إيش في قوالب سيليكون، إيش اللي بيمنع إنه أنا أحوي صندوق جميل ما عندي مكان مثلا بالمطبخ أحطه هون؟ إيش في عندي سيليكون، قوالب سيليكون تبع الكيك حيططه هون، وتبع تزيين الكيك. تمام صبايا، ممكن تحطيه بأي زاوية، حتى بزاوية غرفة القعدة هو بيوحي لك بأنه هو أوبيسون شغل يدوي، ولكن هو عبارة عن صندوق قماشي له صورة جميلة بهالشكل، كتان متين. صبايا شوفي هاي بقعة، هلأ بدي أروحها، هون إيدي شوكولا، وحدة تخزين لقوالب السيليكون، وهي وحدة تخزين عندي مثلا بياض البيض اللي هو بودرة مشان الميرنج حيططه بأكياس. صبايا عندي قالب مشان أكتب فيه للكيك، هدول أوراق تبعات زبدة مثلا وصفات مهمة، قوالب بحطهم بهالشكل. إيش المانع أحط هالوحدة التخزين بغرفة الجلوس؟ ما في عندي مشكلة أبدا، المهم هي ضمن صندوق جميل فعلا ما بتضايق منه، وبيكون ديكور بسيط بأي زاوية موجودة عندك بالغرفة. ممكن بغرفة القعدة، ممكن بغرفة النوم، ممكن بغرفة الأولاد، وين ما بدك حطيها. ممكن إذا الأنتري عندك يا عريض أنتري البيت، ممكن تحطي بزاوية من زوايا الأنتري.